بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلبة الأعزاء نواصل مع الشابتر الرابع في Section 1 Analysis of Trusses الجزء الثالث إن شاء الله في هذا الجزء رح نشوف Analysis of Truss by the Method of Section وهي الطريقة الثانية لتحليل التراس وإن شاء الله رح نشوف مثال عشان نفهم أفضل بالنسبة للميثود of Section When the force in only one member or forces in very few members are desired, the method of sections works well. يعني هنا لو أنا عايز أشوف بس في بعض الممبرز مثلا هنا في ثلاث ممبرز C E و B E و عايز أعرف كم تساوي القوة داخل الممبرز هذم الأفضل أني أستعمل الميثود of sections على خلاف الميثود of joints لما بنستعملها لازم ندرس كل الأعضاء فهنا الميثود of section راح ندرس فيها بس الأعضاء اللي إحنا بنرغب فيها the desired ones to determine the force in members B D مثلا الممبر هذا pass a section through the truss as shown and create a free body diagram for the left Side. مثلا انا لو عايز هنا ادرس القوه في العضو بي دي لازم اقطع بالطريقه هذه امر بالعضو اللي انا عايز ادرسه واحتفظ بس بالجزء مثلا على اليسار طبعا كل جسم كل عضو انا اقطعه راح اعوضه بفورس مثلا قطعت العضو بي دي راح اعوضه هنا ب بي دي قطعت ايضا العضو بي اي راح اكون هنا فورس اف بي اي وراح اقطع العضو سي اي واعوض هنا بفورس اف سي طبعا هنا الفري بادي دايجرام الموجود راح اخذ منه بس الجزء اللي هو على اليسار مثلا هنا وحاول اني احلل Uh, هذا الجزء من الترس With the only three members cut by the section هذا هم, هم three members B, D, and C, The equations for static equilibrium may be applied to determine the unknowns forces including F, B, D بعدين بنيجي هنا رح نكتب مجموع المومنت حول النقطة مثلا E بتساوي 0 ونحاول هنا نحل المعادله هذه عشان نجيب المجهول